إقليم النواصر تيعطي انطلاقة اليوم لمشروع اجتماعي تنموي اللي هو فضاء الشباب ومحاربة الإدمان بجماعة ضرب وعزة. ساهم في هذا المشروع طبعا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية أو مؤسسة الأيادي البيضاء. طبعا هذا المشروع تم يعني إنجازه بغلاف مالي يفوق 3 مليون ديال الدرهم. يتضمن مجموعة من طبعا الأنشطة هي أنشطة تربوية وأنشطة رياضية وأنشطة نفسية. طبعا هناك مساهمة مجموعة من طبعا الأطباء اللي غيقوموا بتشغيل هذا المركز بتنسيق مع مؤسسة الأيادي البيضاء، علما على أن هذا المشروع من أهم الأهداف ديالو هي الوقاية من الإدمان عن طريق كل ما هو أنشطة تربوية ورياضية وفكرية. وبالتالي أن هذا المشروع سوف يكون له إشعاع يعني جد مهم على مستوى إقليم النواصر. مركز الشباب ومحاربة الإدمان، هذا الفضاء اللي دار في منطقة ديال العتيقيين بإقليم بجماعة ضرب وعزة إقليم النواصر، هذا الفضاء كيضم مكان ديال الاستقبال، كيضم قاعة ديال اون سال ارتستيك اللي كيكونوا فيها لي زاتولي ارتستيك بما فيهم الرسم، الموسيقى، المسرح، واحد المقهى ثقافي اللي تيقدروا الوليدات، ان اسباس اللي فيه الواي فاي وفيه مكتبه، واللي يقدروا فيه الوليدات يتجمعوا ويهضروا ويقراوا بيان سور ويتعرفوا ويديروا البحوث ديالهم ان شاء الله. الوغ كيف ما كتشوفوا هذا الفضاء خلصناه للادمان. عندنا في الطبق الاول اون سال دو كونسلطاسيون اللي فيها لي بسيكياتر اديكتولوج واللي هما اللي غادي يستقبلوا الاطفال اللي في وضعيه صعبه، الاطفال اللي مدمنين اولا لي جون بلوتو المدمنين اولا اللي يلاه يقدروا يدخلوا للادمان. عندنا اون دوزيام سال اللي هي سيت اون سال بوليفالونت اللي كتكون اون سال دو ثيرابي دو جروب، غتكون فيها لا ثيرابي دو جروب، غتكون فيها لا سوفرولوجي، لو ديفلوبمون انديفيديوال ديال هاد الوليدات. هاد لي بسيكياتر غادي يخدموا مع هاد لي كوتش اون سينيرجي باش يحاولوا يخرجوا هاد الوليدات من الحالات ديال الادمان اللي عندهم. دونك وكيف ما كتشوفوا اون دوزيام سال او دو غران سال دو سبور، وحده ديال لي زار مارسيو والثانيه ديال الايروبيك، وغتكون فيها حتى اليوغا. وشكرا. اليوم جينا كنديروا فورماسيون هنايا للشباب، كنشجعوهم على الرياضه ومحاربه الادمان باش يبعدوا من الفراغ. لمده شهر بدينا مع مركز الشباب ومحاربة الإدمان، مدة شهر بدينا معهم دابا فورماسيون إن شاء الله، وبدينا بنسبة كاينين واحد 10 ديال الناس، وإن شاء الله غادي يتزاد منا القدام. جول هاد الشباب منين؟ جول هاد الشباب من منطقة دار 16، اسم ديالها إقليم دار بوعزة. جبناهم باش نشجعوهم على الرياضه، الحفاظ على الصحه ديالهم، ويبعدوا من شحال من حاجه خايبه.